سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ صحيحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال ومعكم ربيعه في فيديو جديد. واليوم ان شاء الله البنات في هذا الفيديو جبت لكم هذه الخدمه ديال الصوره في الكوكوط ولا الخرقه في الكوكوط، يعني اللي درتو فيهم تتعطيكم نتيجه روعه غزاله، تدوخ ليه الراس، تتحمقوا، تيبقى يقلب عليك بحال الحمق، سواء بالطريقه ديال الصوره ولا بالطريقه ديال الخرقه. انا غنعطيكم طريقه بجوج بالعزيمه ديالهم بالتفاصيل ديالهم، وانتوما غتشوفوا اللي تناسبكم. البنات اللي عندهم الخرقه يديروها، البنات اللي ما عندهمش الخرقه يديروها بالصوره حتى هي واعره، وغنوريكم الطرق بجوج وساهلين. الطريقه ديالهم سهله بسيطه، العزيمه سهله حتى هي. تبعوا معي الفيديو من الاول حتى الاخير، وما تنساوش ديروا لايك وبارطاج والتعاليق الغزاله ديالكم كيف العاده. رقم ديال الواتساب هو اللي غيطلع قدامكم في الفيديو. الا ما جاوبتكمش حبيباتي في الاتصال، خليوا لي اوديو ولا ميساج واكيد غادي نجاوبكم. وبلا ما نطول عليكم حبيباتي، شنو تنديروا في هاد الخدمه هذه؟ يعني نعطيكم البنات بعدا الطريقه الاولى اللي بالخرقه، عاد ندوزو للثانيه ديال الصوره. تجيبوا البنات الكوكوط وتديروا فيها تقريبا واحد ايطرو ديال الماء، تقريبا ايطرو ديال الماء الكوكوط اللي كتخدموا فيها كطيبوا فيها في الكوزينه، ومتسالي وتغسلوها، تغسلوها بشويه ديال السكر وتوليو تستعملوها، تغسلوها بالسكر في الاول وخدموا فيها، ومتسالي وغسلوها بشويه السكر وليو استعملوها في الطياب ديالكم عادي، ما كاين لا كوكوط جديده لا والو، كوكوط ديالكم طنجره الضغط بالنسبه للبنات اللي في الدول العربيه. تجيبوا البنات الكوكوط كديروا فيها ايطرو ديال الماء، وتجيبوا وتديروها تسخن فوق النار، ما ديروهاش ما ديروش الخدمه في الماء بارد، تديروها تسخن فوق العافيه حتى تبان لكم الماء بدا تيدير الغليان، يعني بدا تيطلع الدخان وبدا تيغلي. وتجيبوا الخرقه ديالكم، تجيبي الخرقه وتتكمشيها بحال هكا، يعني خرقه عادي، وتتلوحيها في وسط الكوكوط. تجيبوا الخرقه وتلوحوها وسط الكوكوط هي الاولى، وتجيبوا هذا الشيء اللي غادي نقول لكم، تتلوحوا عليها البنات والعافيه راها شاعله، يعني ما كتطفيوش عليها، راها باقه فوق النار، تتغمي وتتهزوا الخرقه ديالكم وتتلوحوها، وتتلوحوا مراها طوبه ديال السكر. البنات اللي عندهم غير سنيده ديروا كمشه ديال سنيده حفنه، والبنات اللي عندهم القطع ديروا قطعه ديال السكر، كديروها حتى هي في الكوكوط. وتجيبوا ثلاثه الكينات ديال الراس، ثلاثه الحبات ديال كينات الراس النوع اللي تيفور فوار، وتتلوحوهم ثلاثه الحبات ديال الكينه، يعني الدواء ديال الراس، كل واحد كيفاش تيسميه، مهم كينات ثلاثة. وتجيبوا واحد شوية ديال الحرمل تقريبا غير هكا حفينة صغيرة، هزوها غير بصباعكم، واحد 8 معلقة تقريبا، معلقة كبيرة ديال الحرمل. هادو هما المواد اللي غيدارو في وسط الكوكوط. كديروا البنات كيف قلنا الخرقة، يطرو ديال الماء يبدا يغلي، نلوحو الخرقة، نلوحو طوبة السكر، نلوحو ثلاثة الحبات الكينات الراس، ونلوحو الحرمل. هادو هما المواد اللي ترميو في الكوكوط. مين ترميوهم في الكوكوط تنسدو، تتسدو تديرو الغلاقه وتتسدو، ياك منين تتوصلوا لهاد المرحله هادي تتسدو، تتجيبوا الصوره ديالو، تجيبوا الصوره ديالو وتديروها في الصفاره، تتلصقوها في الصفاره ديال الكوكوط، تتلصقوها بهذه الطريقه، يعني الراس ديالو يكون لتحت هكا، يعني تصويره صغيره يعني الوجه، ولكن راسو يكون هكا، يعني تصويره صغيره تديروا ليها بحال هكا وتتلصقوها، تتلصقوها بحال هكا، ديروا ليها سكوتش ولا ديروا ليها، من الاحسن ديروا ليها سكوتش بحال هكا، وتدخل تتخشيوها وتتبدا الدور، ملي تتسدو تتبدا الدور الصفاره بالصوره ديالو، الصوره لاصقه فيها طبعا، مفهوم عليا البنات؟ لصقوا الصوره مزيان، عقدوها بشي خيط ولا بسكوتش ولا المهم اللي عندكم غتديبانيو به، المهم انها تلصق
ويجي راسه مقلوب، يعني راسه هو اللي لتحت، باش ملي كتخدم البنات هذه الخدمه هذه كتقلب ليه راسه كتدوخه كتخليه دايخ عليك تالف عليك تقلب عليك حتى يلقاك. كيف قلنا البنات هذه الطريقه الاولى ديال الخرقه، غزاله البنات كتحمق كتحمق، بغيتكم طبقوها البنات اللي مخاصمين مع رجالهم مع الحبيب ديالهم، واخا ما تكونوش مخاصمين وبغيتوا ديروا المحبه وديروا الجلب ديروها، راها فنه فنه فنه، واخا هي ما نشكرها ما نعطيهاش حقها. ونقول لكم البنات العزيمه اللي غتقولوا، هذه العزيمه اللي غنقول لكم منين كتكون صفاره الدور كتقولوها، سواء في هذه ديال الخرقه سواء في ديال الصوره، المهم نقولها لكم دابا. تقولوا البنات الصفاره تتصفر وانتم تتقولوا شتوت شتوت شتوت، الناس تعيط على الدجاجه بالفلالس وانا نعيط على الجنون ولبالس، يجيبوا لي فلان ولد فلانه واخا يكون على الحنابل جالس، واخا يكون راسو في راس النسا والصواني مجلسه، يسمح فيهم ويجي عند فلانه بنت فلانه اللي هي انت، ماشي بقولي انا بقول لاله مكونه بنت مكون، الحاكمه في كاع الجنون اللي قلتو انا هو اللي يكون يكون يكون. هذه هي القرايه البنات ديال هاد العزيمه ديال هاد الخدمه هذه، والصفاره تدور وانتوما تتقراو بلا عدد، يعني قولوها شحال ما بغيتو شحال ما قديتو، يعني ما عندهاش عدد، بقاو تقولوها وتعاودوها تقولوها وتعاودوها حتى تعياو، والصفاره طبعا تدور. مين تتكملوا القرايه تتخليو تتخليو الخرقه طيب والصفاره تزيد الدور بوحديتها. بغيتوا ترجعوا تاني تزيدوا تقراو عليها تستراحوا تزيدوا تقراو عليها زيدوا قراو عليها، المهم انها تتبقى دور واحد نص ساعه، وهاد الصفاره هذه خدامه لينا. نعاود لكم البنات القرايه توت شتوت شتوت، الناس تعيط على الدجاجه بالفلالس وانا نعيط على الجنون ولبالس، يجيبوا لي فلان ولد فلانه واخا يكون على الحنابل جالس، واخا يكون راسو في راس النسا والصواني مجلسه، يسمح فيهم ويجي عند فلانه بنت فلانه، ماشي بقولي انا قول لاله مكونه بنت مكون، الحاكمه في كاع الجنون اللي قلتو انا هو اللي يكون يكون يكون. هذه هي القرايه. ندوز لكم الطريقه الثانيه، هنا غنحيدوا الخرقه، يعني هذه الطريقه هذه الثانيه تنديروها بالتصويره، تجيبوا البنات التصويره ديالو بنفس الطريقه الاولى، اطرو ديال الماء تديروه يغلي يبدا يطبخ في الكوكوط طنجره الضغط، وتترميو عليه هاد المواد هادو، تترميو الصورة تترميو طوبة ديال السكر ثلاثة الحبات ديال الكينة وحفينة ديال الحرمل، ياك تنسدو الكوكوط بنفس الطريقة اللي درنا في الأول، تنسدو الكوكوط تنديرو الصفارة، تنجيبو صورة وحدة أخرى يعني من غير هادي اللي رمينا معاهم، طيب تنجيبو صورة تانية تلصقوها حتى هي ضروري الصورة تكون في الصفارة، يعني بنفس الطريقة اللي درنا في الأول بالنسبه للخرقه، تتلصقوا تصويره تكون في الصفاره وتصويره وسط الكوكوط تطيب. غير دابا اللي غنبدلو في هذه الوصفه كامله هي حيدنا الخرقه وعوضناها بالتصويره في وسط الكوكوط، صافي تماما وبنفس الطريقه كنخدموا الوصفه. ومنين تتبدا تصفر لينا الكوكوط تنبداو نقراو القرايه اللي قلت لكم تهي بلا عدد، هي تدور وحنا تنقراو نقراو نقراو حتى نعيو، ما عندهاش عدد، ماشي 3 ماشي 7 ماشي 11، اللي بغيتو واللي قديتو، الا قديتو حتى هذيك نص ساعه كامله وانتوما تتقراو الله يسخر. بقايا البنات اترميوهم في شي جريده والصور غتحتفظوا بهم تتخدموا بهم مره اخرى، وهذا الشيء اللي كاين. وبالنسبه للقرايه غنخليها لكم في صندوق الوصف، وهذا ما كان في هذا الفيديو، شكرا لكم بزاف بزاف، تحيه لكم كاملين، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.